أهلا بكم. ارتفعت حصيلة القتلى الذين قضوا بعاصفة شتوية عنيفة اجتاحت مناطق كثيرة في الولايات المتحدة إلى 5 أشخاص بعد أن تسببت في هطول أمطار غزيرة وثلوج وانقطاع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل. فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن عاصفة قطبية قوية تتجه جنوبا آتية من كندا تنذر بتسجيل درجات حرارة ستكون الأدنى لهذا الموسم في ولايات عدة. هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أضافت أن أكثر من 90 مليون شخص من شرق أوهايو وكنتاكي وعبر وسط المحيط الأطلسي إلى الشمال الشرقي تعرضوا لتحذيرات من الرياح العاتية والفيضانات. ومن المتوقع أن تشهد المدن الكبرى مثل نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن عواصف مدمرة تزيد فيها السرعة عن 80 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى فيضانات كبيرة على طول ساحل المحيط الأطلسي. وفي شمال غرب البلاد حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن التساقط الكثيف للثلوج سوف يستمر على سلاسل جبلية عدة، في حين ستستمر ظروف العاصفة الثلجية على طول الساحل الغربي لألاسكا. هذا وأثرت الأحوال الجوية على حركة الملاحة الجوية، إذ ألغيت أكثر من 650 رحلة، فيما تأخرت أكثر من 10,000 رحلة كانت تغادر الولايات المتحدة أو تصل إليها. Thank you.